لا حديث عن وقف لإطلاق النار ولا للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وحتى في موضوع الأسرى، الاحتلال يرفض فكرة الحديث عن تبييض السجون، وهي اللآت التي تحدث بها أيضا نتنياهو بعد الاجتماع الوزاري المصغر وما سرب حول ذلك، وبالتالي عدم توفر الثلاثة شروط هذه. كيف يمكن للمقاومة أن تتعاطى مع هذه الصفقة أو المبادرة؟ نعم، هو طبعا الاحتلال لديه طريقة واستراتيجية في العمل، ربما لاحظناها من خلال ما يتم تسريبه وسائل الإعلام العبرية تحديدا. يعني يحاول التركيز على بعض النقاط، كم واحد مقابل كم أسير أو محتجز في 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 في, في غزة، كم يوم تهدئة أو هدنة مقابل كل واحد بيطلع، هذه التفاصيل الصغيرة حتى يضيع العمل الكبير. يتحدثوا أنه مش مشكلة الأعداد ولكن مشكلة المعايير، من الذي سيتم إخراجهم؟ هل المحكومين بشكل عالي؟ اللي ملطخ أيديهم بدماء الإسرائيليين؟ هذا الكلام اللي بيقولوه. ولكن أنا قلت ما نسمعه من الاحتلال في بشكل علني غير ما يتم في الوساطات خلف الستار. لنتذكر أن نتنياهو هو نفسه لما كان إيهود أولمرت رئيس وزراء كان يرفض تماما إطلاق سراح شريط مقابل إطلاق الأسرى في صفقة وفاء الأحرار على سبيل المثال، وكان يحرض أولمرت ليل نهار أنه ما تطلق سراحه وما تطلق سراحه حتى لو تنازلنا عن شريط. ثم لما استلم رئيس الوزراء هو الذي عقد تلك الصفقة، هو يعني يتحدث بلغتين مش من اليوم، من زمان. فكل ما يتم من تصريحات هذا يخالف تماما ما يجري خلف الأبواب المغلقة. الفكرة الأساسية أن الاحتلال يرفض وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار الآن هو هزيمة سياسية وعسكرية أيضا لهذا الاحتلال الذي وضع شرطين أساسيين لإنهاء القتال: إنهاء حركة حماس تماما، سحقها وإنهاءها من الوجود، وإعادة المحتجزين في قطاع غزة دون قيود. وبالتالي أي وقف إطلاق النار دون تحقيق هذول الشرطين هي هزيمة سياسية وعسكرية. بالنسبة للانسحاب، أعتقد أن هناك انسحابات كثيرة تمت في الأيام القليلة الماضية، وإن كان هذا لا يعني أن الاحتلال سيعيد دخوله إلى قطاع غزة واستمرار عدوانه حتى لو من الجو. هناك أمور أخرى إن تابعنا بشكل أوسع قليلا، الولايات المتحدة الأمريكية داخلة على موضوع انتخابات حاسمة خلال نهاية العام، ستبدأ يعني الحملات الانتخابية ربما من الشهر القادم. هناك ضغط كبير جدا للانتقال لما يسمونها بمرحلة جديدة، المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية، أي انسحاب القوات البرية واستمرار بعمليات اغتيال واستهداف جوية دقيقة كما يسموها جراحية. ايضا هناك تسريبات صحفيه ان مصر السيسي حذر الاسرائيليين بان دخول شهر رمضان مع استمرار العمليات العسكريه قد يقلب الموازين وقد يفجر المنطقه باكملها. هناك الكثير من العوامل التي تضغط في اتجاه وقف هذه العمليات، وان كانت نتنياهو حتى هذه اللحظه يحاول بشكل او باخر تاجيل ذلك الامر، ليس فقط بسبب خوفه من الهزيمه العسكريه والسياسيه، ولكن خوفه ايضا من السجن الذي سيذهب اليه حتما عند انتهاء العمليات العسكريه وسقوط حكومته كحكومه تحكم هذا الكيان.